الفلوق الثاني هلا طلعت من الاوتيل. المكنة الخطيرة وراي جاهزين. لا تنسى تحط كومنت لايك، تابع القناة وفعل الجرس وليتس جو. هلا قبل ما بلشت فلوق راح احط شعري، بعد شعري هاي راح ننزل للسنتر نشوف شو عصير. شوفوا منظري ما احنا شلون شايفين على الشكل كيف. شوفوا افطر فيه. خلصنا اصلا من الفين، راح نطلع نكمل الفلوق وهير وي جو. صرنا هلا بالساحة السندق مع اللي كنا فيها من الفلوق اللي قبل هذا. وهلا راح في عنا مقابلة مع التلفزيون، مع التلفزيون مع شاب صحفي يوناني، فراح نشوف هلا هون وراح نحكي معه وراح نشوف شو راح نصور. خليكم معنا. درجة الحرارة لا بعرف. شوف بالسويد صار لي زمان ما شفت الشوب. يا 39 38 أثين، شايفين 38 39 38 يعني نار. يموت الشيخ مو طبيعي. بس كثير مبسوط باليونان كثير صراحة. كمان لي يومين راح ارجع للدنمارك عشان في كثير قصص لازم نصورها ولازم نجهزها. وواعد الصحفي هون الساعة 5، فصارت الساعة 5 ودقيقتين. انا جيت 5 الا 5 تماما على الموعد اكزاكت، لانه احترام المواعيد شيء اهم، صح ولا لا؟ تعرفوا الحلاق ما له علاقه بالحلاقه اللي كنت عنده، ما له علاقه. بس الحمد لله بين ما تميت ساعه هي هون 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 طلعت هلا اصلا معه بالاخير. الحمد لله صرت اخر شيء معه، فما بيخرب شعري بعد العناء كله. عم بربيه بتعب عليه بطعميه بسقيه بشربه حرام، صح؟ ليتس جو. هذا الطير ضارب شيء صار له ساعه عم بشفط. روح دوس روح اعطيها تشفط. جمل هاي كافو فتير فتير فتلة 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 فتلة. حاول جيبوا لك وحش. شفط فتيل فتلة فتيل. ما تم معي، انا ما تم معي. طعميتكم نص السندويشه، منين طعميكم؟ ها؟ كلكم جبتوا اخواتكم جيتوا روحوا. روح جيبوا لي مي، جيبوا لي مي، يلا روح جيبوا لي مي، روح جيبوا لي مي، روح جيبوا لي مي. كيفوا العصفور؟ شو بدكم مني؟ اعتربوا علي؟ ليش كلكم حوالي؟ ها؟ والله ما تم، والله خلصت يا بني ادم، خلصت. ورقه تاكو ورقه؟ خلصت عم بقول لك خلصت. ليش مخك سميك؟ تخفضت ورقة. ليش مخك سميك انت ولا؟ ها؟ شايفك بس عايفك. ها؟ ما تم في شيء طلع. ها؟ هيك في مخلل، ترى في مخلل. خلى مو طيب بس، تاكل مخلل؟ مخلل، كله مخلل. ترشي، بتاكل ترشي؟ ما بياكل مخلل، ايه اكابر. قوم خلل. هذا الصحفي خلاني صار نص ساعة، صارت 5:30 الساعة، ولهلا ما اجى. شكله مضيع ونسيان الموعد او ما بعرف شو. لهيك راح نتمشى شوي بأثينا، راح ورجيكم أجمل شوارعها والميات. أوف على غطسي. هذا الشارع كثير مشهور، نفس شارع الاستقلال اللي بتركيا، ونفس شارع الشانزليزيه اللي بباريس، ونفس الشارع اللي يعني هو شارع انه كثير اكتيف ولايف، وفيه العالم كثير بتتمشى وتمشي هون. فلهيك هير وي جو، خلونا نفتر شوي ونشوف شو راح يصير معنا. اليونان فيها الكلاب بالشارع، يعني تلاقي كثير كلاب بالشارع. انا صار في عندي فوبيا منهم قويه كثير. مين بيتذكر لما عضوني الكلاب؟ عضوني 5 كلاب باليونان هون.
فصار في عندي فوبيا من الكلاب الكبيره كثير وصرت اكرهه ما بعرف ليش. اللي بتابع فيديوهاتي من زمان بيتذكر الكلاب، وموجوده صوره بالانستغرام كيف العضات وكيف شوهوني تشويه. اللي حابب يشوفها يروح على الانستغرام يشوفها. اكلت بس ما شبعت وشوب، ما بحب اصور وقت يكون شوب. نار نار، عم بحترق حرق حرق. هلو حبيب القلب، هلا طالع على المنطقه اسمها كليفادا. هنيك فيها بحر، فراح نصور بالبحر، واخذت الدرون معي واخذت العده لانه كثير متشوق اصور بروفيشنال تصوير. فهلا راح نصور بروفيشنال تصوير وعلى الموتور بروفيشنال تصوير، وهير وي جو ليتس جو. بدنا نبدل الستاند تبع الكاميرا هذا حتى الطويل لانه من فوق على الموتور بصور تصوير خرافي. وصلنا البحر هلا وراح اورجيكم جمال اثينا، خاصة منطقة اسمها كليفادا هون على البحر. كثير حلو بتشل، يعني فيها مناظر طبيعية، فيها شيء حلو كثير كثير كثير. لهيك ليتس جو، خلينا نشوف شو قاعد بصير هون. الشمس بلشت تغيب، لهيك بدنا نلحق ناخذ كم لقطة بروفيشنال ونشوف إذا فينا نطير لفوق ونورجيكم المنظر من فوق. مثل ما شفتوا لقطات الجو هون عندهم خيال، شلل النص فيه لسه في شواطئ بتشل كتير كتير حلوة لقدام ولورا. ففينا رح نكمل، ورح عم نفكر انه اطلع للجبل لحتى ناخذ لقطات احلى وبروفيشنال وبحرفية اكثر. فرح نشوف شو رح يصير، خلونا نكمل الفلوق. ليتس جو. احلى شيء بالحياة الشمس والشوب، كثير حلو بس مو دائما اكيد يعني، بس انه تستمتع، يعني تستمتع تحس في لحظة الاستمتاع، خاصة إذا كان شوب نار. يا ولي درجة الحرارة 40 40 40 40 40 40. ما تكونوا استمتعتوا في اللقطات البروفيشنال والدقة العالية والتصوير الاحترافي، بتمنى يعجبكم. أنا هوايتي هواية التصوير، روح قلبي إنه صور شغلات بطريقة احترافية كثير، فبتمنى تعجبكم. واللي استغربت إنه حاطين لهم سينما، سينما بالشارع، سينما فري، فكل بيستخدم السينما هاي وبقعد هون، بس ما اللي شايف مشغلين شيء بس صوت، معناتها رح يبدأ الفيلم قريبا. خايف ما يكون عليها الموسيقى هاي حقوق نشر او كوبي رايت، حنتبهدل لو عليها. فشايفين محلاها، فكره حلوه، تشوفوها من فوق بالدرون. ليتس جو.
شفت السينما من فوق والمناظر الطبيعية كيف؟ شلل. بس أحلى شيء هون مسوي مثل السينما فقاعدين وهيك، عن جد فكرة حلوة كثير للأطفال يعني، كلهم قاعدين عم يتفرجوا شوفوا. فكرة حلوة لو يسووها هي بالبلاد العربية، بس بالصيف يحطوا سينما مجانية، طلعوا كلهم قاعدين يتفرجوا على برنامج أطفال. Ladies and gentlemen، هلا والله، هون وصلنا لآخر الفلوج. الفلوج انتهى. بدنا نضل نذكر ونضل نقول انه 27 الشهر بهذا الشهر لأغوستي رح يكون صرعة، لأنه رح نكون متواجدين على ستارز اون بورد مع الفنانين والمشاهير العرب من أكبر فنانين الوطن العربي. لهيك جهزنا لكم هدية، الهدية هي خصم $700 لكم وبس لما تفوتوا تشتركوا. أي حدا حابب يسجل ويروح معنا ما عليك، إلا اللينك رح أحط لك إياه بالبايو تحت، تفوت وتسجل ورح تربح خصم $700. ومنشوفكم على ستارز اون بورد. ولا تنسوا كمان في رحلة استراليا بس لسه عم جهز لكم اياها. ليتس جو. شكرا لكم، بتمنى منك ما تنسى انك تحط لايك وكومنت وتتابع القناة وتفعل الجرس ليوصلك كل جديد. تحياتي لكم، love you all.